وانا هقول لك الخطوات اللي تعملها بس عشان تاخدي حقك. طيب اخد حقي ازاي؟ ايوه ايه الخطوات؟ ناخد خطوات. برافو. نبدا منين بقى؟ انا حد عرضني بعت لي صوري وشات ومثلا ما اكيد هيبعت من اكونت مجهول، مش هيبعت من الاكونت بتاعه اي بي سي يعني، او من رقم تليفون مجهول. ولازم هنفرق وقتها بين اللي بيبعت على الواتساب والرسائل العاديه وبين اللي بيبعت لي انستجرام فيسبوك الحاجات دي. ايه الفرق؟ فرق كبير. فرق دول مباحث الانترنت. لما بيبعت لي انستجرام فيسبوك كده دول هنروح لمباحث الانترنت. لما يبعت لي على الواتساب او على رقم تليفوني الرسائل العاديه ده مباحث اتصالات. هناخد بالنا ما يعديش 3 شهور على التهديد والابتزاز، ما تخلوش الوقت يمر. يعني ما اصبرش، احتفظ بالرسائل، ما اقولش للمبتز ان انا هبلغ عنه، ما خوفوش. بس اتحرك على طول اروح لمباحث الاتصالات او الانترنت فوراً بعد بعت رساله الابتزاز. لو انا خايف ان بابا او ماما او المحيط بتاعي سواء ست كبيره مثلا المحيط بتاعي، لازم الجا لحد عاقل او حكيم اثق فيه يقف جنبي، عشان انا هكون مش متزن في الوقت ده. يعني انا هكون مش متزن. لازم تفهم النقطه دي كويس، اللي بيسمعني يفهم ان انت هتكون مش متزن، هتكون مخضوض. لو سمحت الجا لحد هادي يقدر يتصرف. لازم نروح لحد. انا مثلا انت ما عندكيش حد بعتيلي يا ستي، انا راضيه ان انا ارد على اتصالات الناس دي كلها ومسجات الناس دي كلها، اتمنى كل بنات والله تبعت لي وانا هرد عليهم. الحاجه الثانيه، وانا هعمل فيديو عندي اتكلم فيه عن الموضوع ده عشان الناس كلها تسمعه. الحاجه الثانيه، بعد ما انا عملت كده الجا بسرعه لما ردش ردود ابدا تبين اللي قدامي للمبتز ان انا خايفه منه، هفضحك، ما ولا اي حاجه خالص، ولا ابدي. بالعكس، خليه يتمادى. الشطاره انك تخليه يتمادى، مش انك تخليه يقفل معاك الكلام. وبعد ما يتمادى انت تكوني اصلا متواصله، مباحث الانترنت تعمل كل حاجه، هتعرف هو فين. هتعرف هو فين، حتى لو اكونت مجهول هتجيب الاكونت المجهول فين. احنا عندنا فعلا تقنيات في الشرطه بتاعتنا والداخل. طبعا عندنا اعلى تقنيات بتعرف تظبط اي جاني واي في اي مكان، وهتقفل لك الاكونت وهتجيب لك حقك. انا كاهل دوري بقى كأم، أيوة. بنت تعرضت لده وابن تعرض لده، بمنتهى البساطه ابني قبل اي حد او بنتي قبل اي حد. انا هحافظ على نفسيته. اهدى خالص، انا اللي هتصرف. تمشي حاجه حتى لو غلط، بدون اي تأنيب، حتى لو بدون غلط. اي لوم، بدون اي عقاب، بدون اي اذى. لانه في النهايه لو اساء التصرف كلنا ممكن نسيء التصرف في وقت ما. دي بقت قاعده بقيت اقول احنا الكبار بنغلط. طب ازاي بنحاسب الصغيرين ان هم ما المفروض يكونوا ليه يعني على الصراط المستقيم؟ كلنا بنغلط في شغلنا، كلنا بنغلط في المذاكره، كلنا بنغلط، كلنا بنفشل، بتيجي علينا مراحل. ليه بنيجي على اولادنا ونحسهم ان هم لازم تكون بيرفكت؟ ليه لازم يكون بيرفكت؟ غلط، بس مش غلط، هو غلط اساء التصرف، لكن في حد تاني بيهدد ابني. أيوة. لازم يتعاقب. صحيح. بعد ما يتعاقب هقعد مع ابني بالراحه او بنت اقول لها غلطتي في 1 2 3، لو سمحت ده ما يتكررش، بس بعد ما اعالج مشكله ابني تماما وامحيها من الوجود واحسن صورته واقول ان اللي حصل كان مفبرك وكان 1 2 3، ابني انسان محترم، ابني ما حصلش منه حاجه، انا لا دافع عن ابني. لو انت ما دافعتش عن ابنك او بنتك، واهميتك ايه في حياته؟ خلفته ليه اساسا؟ يعني انا كأم خلفتك ليه؟ لو انا مش قادر ادافع عنك وقت الجد لازم اقدر اجيب لك حقك. لان الجانب يعتمد ان الام او المجتمع مش هيقفوا جنب الضحيه، فهو لو عمل اي حاجه هم بالعكس هيجروا عليه. صحيح. ويعملوا سبورت كمان للجاني. تخيلي خوف من لما الفضيحة. تكون سيكولوجيه الجاني اصلا ان انا الاهل دول ممكن يدفعوا لي عشان اسكت. لا، ده انت هتتعاقب وهتتحاسب، وانا ابني مش هيحصل له حاجه خالص، ابني هيكمل في حياته عادي، وهتبقى تجربه قاسيه مرت عليه في حياته وانتهت. قانونا بقى نيجي نتكلم قانونا، زي ما قلت لك احنا بناخد السكرينات، ما بنفهمش ابدا الطرف اللي قدامنا ان احنا ضعفة، ما بنهاجموش كمان، يعني لا بنفهمه ان احنا ضعفة وخايفين ولا بنهاجمه، نبقى هاديين تماما. عجزنا عن الهدوء بسرعه نلجا لحد نقول له انقذني. بابا دلوقتي مش هينفع اتكلم معاه، اتكلم مع عمي، اتكلم مع خالي، اتكلم مع بنت خالي، اي حد كبير يقدر يتصرف في الموقف ده لازم الجا له. نجيب محامي او نطلع احنا لوحدنا على مباحث انترنت، بقت متاحه في كل مديريه امن دلوقتي. ما بقاش مثلا لازم تروحي مكان معين عشان سواء الناس في القاهره بتروح العباسيه او مش عارفه ايه، خلاص بقت متاحه في كل مديريه امن. وعندنا الحمد لله الحكومه بتاعتنا بقت متطوره وبقت بتراعي موضوع ان احنا المجتمع تطور وبقينا الكترونيا اصلا علاقاتنا اغلبها الكترونيه. صحيح.
انت اصلا بقيت دلوقتي لما تروح للقاضي بوثيقه من الواتساب او بتاع خلاص بقيت كمستند مش مستند يعني خلاص نقدر نقول ان هو ابروفد الحاجه ده كان بيثبت حاجه. انا دلوقتي للمجتمع بتاعنا والقانون بقى بيتعامل مع كل شيء الكتروني على انه امر واقع. يبقى انا ما اتعاملش تاني نصيحه بس انصح لاولادنا بلاش الكترونيا تتعامل كانك مش متشاف. بالعكس ده انت متشاف الكترونيا اكتر من اي حاجه تانية. انت ممكن في الواقع تبقى الامور اقل حده من الكترونيا لان ده وثيقه. دايما اقول لاولادي حظكم وحش ان انتوا دلوقتي كده لانك لما تغلطي وتلبسي حاجه مثلا معينه ما كانش ينفع تلبسيها دي بقت طول العمر محفوظه. للاسف بقولها حظكم وحش. زمان كنا ممكن نلبس اي حاجه نعمل خلاص تجربه مرحله وبنهدى ومرحله. دلوقتي بقت كل حاجه موثقه فانتوا حظكم وحش فلازم تكونوا اكثر حذرا. يعني نصيحه بقولها لاولادنا دلوقتي اللي بيسمعونا كونوا اكثر حذرا لانكم في زمن برغم سهولته وبرغم ان هو بيقدم متعه بمنتهى السرعه بيقدم لكم معلومات وثراء وفي ثراء في كل حاجه الا انه له خطوره.